بيكم يا صحابي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه حرب زي دراجون بول كده، وهي لعبه صعبه شويه يعني، وهوريكم ازاي تسجلوا بيها بس هغير شكل الميكروفونز. بيبقوا فاتحين جدولهم كده ليه؟ أول ما بيقرب منه بيضرب بالعصاية. كأنهم زي اللي فبطلي بقى، مش كل مرة ألف جنيه أقدر أشتري بيها حد، مش لازم دلوقتي. حملت ده، لو حد جه على السكينة دي هيخسر. أيوه خدت السكينة، الشوكة خدها. اضرب بقى، ايوه كده. طب انا اجيبك بقى على السكين. ايوه بقى، روح على السكين بسرعه. بطل اتعلقت كده ليه؟ لا اوعى تيجي على السكينة. اوعى بقى، بطل. انا مش عارف اصلا بضرب كيف ضربه. يس يس، موت وجالي شقة. 2500 اقدر بقى اشتري بيها حد. جمع 5000 جنيه. بمسك حديدة، شايفين حديدة في ايده كده، شكلها مضحك اوي. سيب العصاية في ايدك، لا اوعى تاخدها. سيبها
عشان ما بتحرك كده اضرب بقى العصير من ايدك محترم شايفينه ده تفاعص تفاعص خلاص مش مشكلة وصلنا يعني خلاص 1000 جنيه علشان حاجات كده آخر حاجة يلا ابدأ بيقدر في الراس بيعمل صوت كويس سريع ايه ده انت واحد تاني ازاي اذا برضو ده في واحد تاني بعد ما يموت ده في واحد تاني بعديه ايوه خد السكينة بسرعة لا ايوه كده Good boy. No, عكس. لا تقدر في حد تاني. ماشي. ماشي. اشتري بقى واحد قوي. نقوي ده الأول. أقوى واحد شكل مقام لا وعدك ايه وهتيجي هتشوك كمان شوك سكينة خد حاجات جميلة بس
صغير، مش قوي قوي يعني، يعني مش بيعرف يضرب كويس. انت نفس الوقت ده انا حركته من شوية. ده اخر فيديو، قصدي اخر دور. بس يا جماعة أنا هقف لحد هنا، لو عجبكم الفيديو برضه فهو هتفرج وسبسكرايب عشان يبقى لكم فيديو جديد.